اهلا بيكم معانا مره تانيه. بقى احنا هنقعد ايه ندردش شويه على افطار الاسره المصريه اللي حصل النهارده. الرئيس زي ما كنت بقول لكم هو اتكلم على اكتر من موضوع واثار اكتر من نقطه نقاش، وبالمناسبه ما كلهم مهمين جدا جدا جدا، بس انا عايز مش اتخطاهم، لكن عايز اطلع بيك على مجموعه من القرارات اتخذها الرئيس واعلن عنها في نهايه كلمته تماما. الرئيس كلف المؤتمر الوطني أو إدارة المؤتمر الوطني للشباب بإطلاق، حط بقى ما بين قوسين، حوار سياسي بين القوى السياسية والشبابية والوطنية المختلفة. لإيه بقى؟ لأنها تتبنى أنه يحصل تبني لهذا الحوار، ووعد بأنه هيحضر الحوارات النهائية أو الجلسات النهائية في هذه المحاورات، وده مهم قوي. مهم انه يحصل حوار ومناقشه ما بين الطيف الواسع للعمل السياسي المصري. الطيف الواسع هنا بيشمل اختلافات ايديولوجيه، بيشمل اختلافات في الرؤى، وبيشمل ايضا اختلافات في الفئات العمريه وما الى ذلك، وده مهم قوي، وبالذات داخل فئه الشباب المصري المهتم بالعمل السياسي او الذي يمارس بالفعل العمل السياسي. ده شيء شديد الاهميه، شيء شديد الاهميه، لانه بيخليك طول الوقت قاعد عمال بتتبادل في رؤى ووجهات نظر، والناس بقدر الاختلاف تجدها انها في النهايه خالص تقدر تخرج بمجموعه من التوصيات ومجموعه من المتفق عليه. وحتى في المختلف عليه ايه اللي بيحصل؟ بنشوف هنقدر ازاي نقدر نوصل لنقاط التماس حتى في اطار امور قد يختلف عليها في بعض الاحوال، ولكن يبقى ان الوطن هو الركيزه الاساسيه والارض الجامعه للكل. في اطار تكليف فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب واللي بيتم تنظيمه زي ما انا اسف تحت مظله الاكاديميه الوطنيه للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية الرئيس كلف بإطلاق هذا الحوار السياسي ما بين كافة القوى السياسية كلها، سياسية وشبابية بطبيعة الحال. طيب على إيه؟ على إنه تبقى في سلسلة من الحوارات حول أولويات العمل الوطني. إيه هي الأولويات؟ ما تيجي نرتبها سوا. خد بالك من كلمة سوا. ورفع نتائج هذا الحوار لمين؟ لسيادته شخصيا، يعني الرئيس بنفسه هو اللي هيطلع على ذلك. وزي ما كنت بقول لكم، ووعد الرئيس بحضور المراحل النهائية من هذه الحوارات والمناقشات، علشان الهدف فكرة هو تطوير الرؤية، تطوير المقترح البناء. احنا بنخلق او الرئيس عاوز يخلق شكل من اشكال التفاعل الوطني، تفاعل ما بين القوى السياسية اللي ممكن تبقى مختلفة في آرائها، مختلفة في أفكارها، مختلفة في منطلقاتها الفكرية. وبالفعل أعلنت الأكاديمية الوطنية تبنيها فورا لتوجيهات الرئيس وتنفيذ هذه التوجيهات الخاصة بالرئيس، علشان يتم عقد عدد من هذه اللقاءات ما بين كافة، تاني، كافة القوى السياسية والشبابية ضمن هذا الحوار، ونبدأ بقى نشتغل على تطوير أجندة الأفكار من جانب هذه القوى وما إلى ذلك. التفاعل السياسي ده مهم جدا 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 في هذه المرحلة وأيضا في المراحل القادمة. اللي فات كان صعب وعديناه، اللي جاي يظنه المذيع إنه أكثر سهولة، ولكنه ما هوش هين، هو بس أكثر سهولة، وبالتالي أصبح في عندنا بقى كده إيه؟ رؤية أوضح لإيه؟ لقضايانا الملحة. رؤية أوضح لإيه؟ لأولوياتنا. إزاي نقدر نشتغل؟ إزاي تقدر الدولة المصرية إنها تواجه تحدياتها وتواجه المتغيرات اللي بتحصل على مستوى العالم؟ بصوا يا سادة، أردت ذلك أم لم تريد؟ تصدق ذلك أو لا تصدق؟ تلتفت إلى ذلك أو لا تلتفت؟ أيوة، الخريطة السياسية بتاعت العالم خريطة التوازن السياسي، مش الخريطة السياسية اللي هي الحدود، وإن كان ده وارد يعني، بس خريطة التوازن السياسي في العالم دلوقتي وإحنا بنتكلم بتتغير. أنا متذكر كويس جدا إنه المذيع قال بمنتهى التواضع في وقت ما ظهرت جائحة كورونا في نهايات سنة 2020، ساعة ما أنا يعني جيت هذا البرنامج، إنه يا جماعة الكورونا سوف تكون
ليست مجرد جائحة متعلقة بصحة البشرية، وإنما هي جائحة كاشفة لأوضاع القوى السياسية، ومن ثم سوف يتم إعادة ترتيب القوى السياسية والاقتصادية في العالم. يشاء العلي القدير أنه تحصل الأزمة الروسية الأوكرانية وتبقى كأنها مش بقى في جملة كده لطيفة الناس تقول لك تحريك المياه الراكدة، لا، ده تبقى وكأنها حجر من أحجار الأساس أو الأعمدة الرئيسية لأجل فكرة تغيير في توازنات القوى السياسية والاقتصادية على مستوى العالم. وخليني أخد معنا على التليفون كاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أهلا 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 يا أستاذ. أهلا أستاذ يوسف، أهلا بسيادتك حبيبي الإعلامي المحترم. يا رب يخليك يا رب، حظ حلو إن احنا تقابلنا النهاردة في الفطار. مصر حلوة ومصر جميلة جدا. السيد المذيع وهو يتنبأ بكل المتغيرات اللي فاتت ده. لا لا لا، المذيع يجي ايه جنبك، ما تقولش كده. لا لا، إدراك واضح وبين، ومؤشرات كانت واضحة قدامك. لازم نفهم ان الدولة المصرية ولادة الدولة المصرية معطاءة، والنهارده الدولة المصرية في هذا الحفل لم يكن حفلا للإفطار، ولكنه كان تعبيرا كما أتصور في تصور بسيط إذا سمحت لي عن وضع خارطة جديدة لمستقبل مصر السياسي. تصور دقيق. مصر تحتاج في هذه اللحظة إلى الأطروحات المختلفة، بمعنى أنني معارض للنظام، اهلا وسهلا، فلتطرح رؤيتك وفقا للثوابت الوطنيه والاهداف القوميه والمصلحه العليا للوطن. كما تفضل فخامه الرئيس واشار، لا ينبغي ان نختلف على وطن. الوطن هو غايتنا جميعا. نتفق مع سياسه، نختلف مع الاخرى، ولكن دورنا جميعا ان نقف خلف القياده السياسيه، ان نطرح عليها الخيارات البديله، ان نحسن طرح هذه الخيارات بصوره تعمق من الحوار حولها بما يجدي مستقبل أراه مشرقا، أراه مشرقا. يعني المشهد النهاردة في حضرة زعماء للمعارضة السياسية لطالما وقفوا كثيرا يعني مواقف شديدة جدا، المشهد اليوم مختلف. المشهد اليوم يدل في ظل المصالحة مع قطاع مهم، قطاع الشباب، والإصرار على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. أيوة. عن الشباب نقطة محورية لانطلاق مصر على أرضية جديدة، أرضية نثق فيها جميعا في بعضنا البعض، لا نخون أحد ولا نلتفت إلى اتهامات تلقى ما يعني جزافا، ولكن على أرضية مشتركة، أرضية الحوار. نتفهم جميعا الظروف المحيطة بالدولة المصرية. الدولة المصرية دولة عانت كثيرا في الفترة من 2011 مثل 2013 لغاية 2015. الدولة المصرية كانت بتعاني من توقف عدد الإنتاج. الدولة المصرية عانت معاناة أشد في مكافحة الإرهاب. يمكن هم دول المحورين اللي كانوا بيؤرقوا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم دول المعضلتين اللي مصر اتغلبت عليهم. لما بنشوف موقع الدولة المصرية من مؤشرات النمو الاقتصادي ومن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، مصر دولة مستقرة، مصر دولة آمنة. ويمكن سيادة الرئيس أورد في حديث العديد من المؤشرات. مزبوط. على كفاية المخزون الاستراتيجي، على حرص الدولة والحكومة على توفير هذا المخزون، على تعدد المصادر الاكتفاء الذاتي الموجودة في الزراعة، مؤشرات اقتصادية طيبة جدا. ينبغي أن نتوقف وأن ندرك جميعا أننا في مركب واحد، وأن هذا المركب له قيادة تتمتع برؤية حكيمة ترغب في الاستماع إلى الجميع من أجل التوافق على أهداف وطنية ثابتة وراسخة للدولة المصرية، وأن نعلن للعالم أننا قادرين معا على التحدي وعلى فرض إرادة هذه الدولة على ما عداها من إرادات. صحيح 100%. أنا بشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، خصوصا في إشارته المهمة جدا لما تفضل به فخامة الرئيس حول إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية، أيضا إبداء الرئيس سعادته بخروج مجموعة كبيرة خلال اليومين الكام يوم اللي فاتوا يعني تحديدا من الشباب الذي يحمل لواء المعارضة. تاني
اختلافك في الرأي لا يفسد للوطن، لا يفسد لمصر أي قضية على الإطلاق.